بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جميلاتي، درسنا لهذا اليوم بموضوع إعداد المذكرة الداخلية من وحدة المهارات الوظيفية. أهداف درسنا لهذا اليوم: نعرف المذكرة الداخلية، نعدد مميزات المذكرة الداخلية، نوضح بتطبيق كتابة المذكرة الداخلية، نعدد ونحدد أنواع المذكرات. يوجد هناك أنواع مختلفة لهذه المذكرة. نتكلم عن أول هدف، تعريف المذكرة الداخلية أو ما هو المقصود بالمذكرة الداخلية. المذكرة الداخلية هنا لها دور هام فعال في عمل المؤسسات، فهي توفر التدفق السريع للمعلومات من جميع الجهات، أيضا يمكن حفظها والرجوع إليها في حالة الضرورة لها، ولا تتضمن تفاصيل كثيرة. نجد أن هناك تفاصيل قليلة تحتوي على هذه المذكرة الداخلية، كما أنها لا تحتاج إلى وقت طويل في هذه الكتاب. المذكرة الداخلية لها دور فعال في عمل المؤسسات، فهي توفر التدفق السريع للمعلومات في جميع الاتجاهات. هذه تعتبر من مميزاتها. أيضا من مميزات المذكرة الداخلية يمكن حفظها والرجوع إليها في حالة الضرورة، ولا تتضمن تفاصيل كثيرة، كما إنها لا تحتاج إلى وقت طويل في هذه الكتابة. نعتبر هذه مميزات المذكرة الداخلية. إن المذكرة يجب أن تكتب بطريقة سهلة واضحة كما كي يمكن فهمها واستيعابها، فلابد عند كتابة هذه المذكرة يجب أن تكتب بطريقة سهلة، بطريقة واضحة، بطريقة دقيقة، بطريقة مقنعة فهمها واستيعابها. إن المذكرة قريبة جدا من ماذا؟ إلى حد ما من التقرير، ولكن تتميز المذكرة عن التقرير في إنها جلنا هناك اختلاف في التقرير، من مميزات التقرير عن مميزات المذكرة. واخذنا في دروسنا الماضية درس بعنوان التقرير، وكان هناك مميزات تتميز بها أو شروط يجب اتباعها عند كتابة هذا التقرير. التقرير نعرف عن أنه وسيلة من وسائل الاتصال بين الأشخاص، يقرر فيه كتابة حقائق موضوعية عن أمر معين، يصف فيه عملا أو حدثا وقع له أو لغيره أو برنامج. هذا هو تعريف التقرير. يتضح لنا أن هناك اختلاف بين التقرير وبين المذكرة الداخلية. أيضا تميز المذكرة عن التقرير في أنها أكثر اختصارا من هذا التقرير. نجد أنها أكثر اختصارا من التقرير، معلوماتها سهلة وسريعة. أيضا نجد معلومات التقرير على أنها ماذا؟ لو كنا بنفرق بين مميزات التقرير ومميزات الذاكرة، ذكرنا نقطتين من مميزات الذاكرة. نذكر أيضا من مميزات التقرير ما هي شروط أو مميزات هذه التقرير. لابد أن تكون واضحا، لابد أن يكون هذا التقرير واضحا. لماذا يشترط أن يكون واضحا؟ يسهل فهمه واستجابة المطلوب منه. لابد أن يكون مختصرا، يوضح الهدف المرغوب الوصول إليه، شاملا يغطي ويشتمل عن كافة الحقائق، دقيقا يحتوي على معلومات صادقة، مقنعا توجد بهذه المعلومات تحليل المعلومات الواردة به، وحسن الصياغة والتوصيات والمقترحات الواضحة. يكون أيضا منظم. نرى أن التقرير من شروطه أو مميزاته أن يكون منظما، يقدم المعلومات بصورة مرتبة، بصورة سهلة، بصورة صادقة، خاليا من الأخطاء الشكلية والموضوعية، وهذا يتضح عندنا عند مراجعة التقرير. هذا ما يختص بالتقرير. وضحنا نقطتين من مميزات المذكرة على أنها أكثر
اختصاره من التقرير وبينا هذا في اللي هي مميزات التقرير انها لا تحتاج الى وقت طويل في الكتابه، المعلومات بها سهله وواضحه، ايضا تخضع للتصرف، تحتاج الى تصرف سريع، المعلومات هنا واضحة معروضة أساسية دون التحليل الكبير، نجد أن هذه المعلومات واضحة سهلة مقنعة شاملة دون أن أدخل في تحليل هذه المعلومات التحليل الكبير. تبرز المعلومات المطلوبة في رأس المذكرة، وهذا شرط من شروط أيضا المذكرة، أيضا من التميزات عندنا أنها داخلية، تتميز المذكرة على أنها معلومات واضحة، معلومات سهلة، تخضع للتصرف، تبرز الموضوع، وهذا الموضوع يكون في رأس المذكرة، داخلية أكثر اختصارا من التقرير. ووضحنا الفرق اللي هو بين التقرير والمذكرة. هنا عندنا الشكل العام للمذكرة، يوضح لنا الشكل العام للمذكرة كيف يكون. اولا نبدا بالاسم، بالعنوان، مذكر العرض على ساده، اي إن كانت هذه المؤسسه داخليه من جهات خاصه من جهات الحكوميه. الموضوع ذكرنا ان الموضوع على انه اي معلومات لابد ان تكون واضحه سريعه سهله. موضوع ايضا بشان ماذا، المواضيع تختلف من موضوع الى اخر، التصرف المطلوب، الموافقة على هذا التقرير، على هذه المذكرة، برجاء اعتماد، هنا أيضا التوقيع. هذا ما يختص بالشكل العام للمذكرة. طيب، أنواع المذكرة، ما هي أنواع المذكرة؟ ذكرنا من الأهداف إن هناك يوجد أنواع عديدة للمذكرة. ما هي هذه الأنواع؟ مذكرة الإحاطة، وماذا يقصد بمذكرة الإحاطة؟ مذكرة الاستفسار، ماذا يقصد بمذكرة الاستفسار؟ أيضا مذكرة المعلومات، مذكرة التهنئة أو الشكر. هنا نوضح معنى مذكرة الإحاطة. هذه الإحاطة نقول إشارة لموضوع ما، مثل ماذا؟ تكون مجرد إشارة لموضوع ما. ما هو هذا الموضوع؟ إعلان عن إجازة ممكن يكون، أو نقل موظف، أو استقالة موظف آخر. هذا الإعلان يكون خاص بإعلان عن إجازة أو نقل موظف أو استقالة موظف آخر. أيضا عندنا مذكرة الاستفسار، ماذا يقصد بمذكرة الاستفسار؟ أو على ماذا تحتوي مذكرة الاستفسار؟ عادة الاستفسار أو السؤال عن معلومات معينة، استفسار من معنى النوع لهذه المذكرة، استفسار معنى سؤال عن معلومة معينة خاصة بسيء العمل، مثل ماذا؟ مثل الاتصال بأحد العملاء، ممكن أن يقوم أي شخص من الأشخاص في هذه المؤسسة بأخذ هذه المعلومات أو السؤال عن طريق ماذا؟ اتصال بأحد العملاء. مذكرة المعلومات تكون موجهة إلى الطريق الأعلى في العمل لشرح بعض الحقائق أو عرض موضوع ما. هذا ما يشمل مذكرة المعلومات، على أنها تكون موجهة إلى الرئيس الأعلى في ماذا؟ في العمل لشرح هذه المعلومات، أن تكون هذه المعلومات واضحة، تكون هذه المعلومات دقيقة، مقتنعة، صادقة، وهذه شرط من شروط ماذا؟ المذكرة. أيضا عندنا مذكرة التهنئة أو الشكر، وهذه واضحة عن طريق ماذا؟ التهنئة أو الشكر، إرسال إلى أي فرد عمل جيدا أو حصل على ترقية، فيقوم بماذا؟ بإرسال هذه المذكرة على شكره أو التهنئة على العمل هذا الجيد. الاستفادة من هذه المذكرة أو إعداد هذه المذكرة الداخلية، اكتساب الطالبة مهارات تدوين المعلومات الخاصة بهذه المذكرة الهاتفية، تعويد الطالبة على إتقان ماذا؟ على إتقان مهارات التركيز والإنصات لجميع المعلومات المطلوبة. هذا كان درسنا لهذا اليوم، تكلمنا عن إعداد المذكرة الداخلية، عرفنا المذكرة الداخلية، وضحنا المميزات بين التقرير والمذكرة الداخلية.
عددنا الأنواع المختلفة وذكرنا كل نوع بالتعريف والتفصيل. أيضا وضحنا اللي هو ماذا شكل الذي يوضح العام الشكل العام للمذكرة. وأيضا عددنا المميزات التي تشمل عليها هذه المذكرة. كان هذا درسنا لهذا اليوم. شاكرة لحسن استماعكم، استودعتكم الله.